زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة مهمة جدا، مباراة النادي الأهلي ضد نادي الاتحاد السكندري، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. خلينا بقى نروح نشوف جرافيك مباراة اليوم، وبعد كده زي ما حضراتكم عارفين وكالعادة دايما في الاستوديو، في استوديو قناة النادي الأهلي أو في استوديو ملعب الأهلي، بيبقى عندنا ثلاث فقرات رئيسية في الساعتين اللي ما قبل المباراة. الفقرة الرئيسية الأولى دكتور أحمد ثابت هيكون معايا في بعض الأرقام الإحصائية، وهو واحد الحقيقة أحمد ثابت واحد من أفضل الناس اللي بتشتغل في هذا المكان بشكل جيد. وبرضه بالمناسبة أنا آسف بس يا سمير دقيقة واحدة، لأنه في حلقة الأهلي والزمالك أحمد أخطأ في طريقة سرده لمباريات الدوري وعدد السنين اللي لعبها النادي الأهلي، أو لم يستطيع نادي الزمالك أن يفوز فيها على النادي الأهلي، حط الدوري مكان الكاس والكاس مكان الدوري. طبعا اتعملت عليه قصة واتعملت عليه الليلة، وواحد من هنا طلع يتكلم كلمتين وواحد من هنا طلع يتكلم كلمتين. بالمناسبة يا جماعة احنا ما عندناش اي مشكلة ان احنا لو اخطأنا، حتى لو كان الخطأ غير مقصود، ان احنا نطلع نقول لحضراتكم ان احنا اخطأنا. ولكن للأسف الشديد احنا يعني الراجل كان بيتكلم مثلا يعني ان 120 مباراة او 10 سنين ولا 15 سنة نادي الاهلي نادي الزمالك لما استطاع الفوز على نادي الاهلي في الدوري، وحوالي 5 6 سنين لما يستطع الفوز في الكاس، والمفروض العكس. يعني هو المفروض العكس، فما حصلش حاجة، يعني كله في الاخر نادي الاهلي وكله في الاخر نادي الزمالك. يعني في النادي الاهلي هو هناك فارق كبير جدا جدا في عدد البطولات، في عدد المباريات الاقل او اللي اتهزم فيها النادي الاهلي، وكل الامور دي في صالح النادي الاهلي دائما سواء في الدوري او في الكاس. لكن احنا دايما عندنا الشجاعه، عندنا ان احنا نطلع ونقول ما عندناش اي مشكله، حتى لو كان الخطا غير مقصود، حتى لو كنت انا شفت مثلا ان مباريات الدوري هنا ومباريات الكاس هنا، او انا كنت بكتبهم بطريقه بسرعه قبل الهوا فكتبتهم غلط فقلت هنا مكان هنا، لا ما عندناش اي مشكله. كل اللي عايز اقوله لحضراتكم بس ان دايما ما تبصوش لمثل هذه الامور، احنا بنحاول دايما نصحح من اخطائنا، اذا كان عندنا اخطاء حتى لو كانت غير مقصوده دايما بنحاول ان نصحح من اخطائنا من خلال هذه الشاشه. دايما اساتذتنا الكبار اللي موجودين بيعلمونا كده، دايما بنتعلم منهم كده، يا جماعه لو اي حد اخطا مفيش اي مشكله، انت بشر، لكن في النهايه حتى لو كان الخطا غير مقصود يجب ان تصحح من خطأ. وده حصل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ولكن زي ما انتم حضراتكم او زي ما حضراتكم عارفين اللي بيكرهوا النادي الاهلي او اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي، بلاش كلمه اللي بيكرهوا دي، اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي مسكوا بقى في الموضوع ده وقال لك مش عارف ايه وايه وايه وايه. عموما احنا ما عندناش مشكله، قول اللي عايز تقوله قوله. لو انا قعدت اتفرجت عليكم اساسا هطلع كميه غلطات وكميه اخطاء غير طبيعيه، لكن انا الحقيقه ما بشغلش دماغي غير بشغلي في قناه النادي الاهلي، غير بالنادي الاهلي، غير بفريق النادي الاهلي، ما بنشغلش نفسنا بامور اخرى. تعالوا بقى نروح نشوف جرافيك هذه المباراه. مباراه اليوم ان شاء الله 2 ابريل 2019 نادي الاتحاد السكندري سيلاقي النادي الاهلي، وطبعا المباراه مباراه نادي الاتحاد السكندري في الاسبوع ال 27 من عمر الدوري العام المصري. نتائج مباريات الاسبوع ال 27 المقاولين والمصري، هدفين لكل فريق، كانت مباراه ممتعه الحقيقه. ايضا سموحه وادي دجله، نادي سموحه او نادي وادي دجله بيفوز على نادي سموحه بثلاثيه مقابل هدفين في مباراه مليئه بالاخطاء التحكيميه. يوم الاحد 31 مارس كانت مباراه النجوم وتعادل ايجابي مع الداخليه بهدف لكل فريق، الحقيقه الاثنين خدوا بعض ووقعوا، ومصر المقصه بيتعادل سلبيا مع الجونه والاثنين في موقف جيد. مباراة اليوم الاثنين 1 ابريل 2019، مباراة الزمالك والاسماعيلي اتأجلت، ومباراة طلاع الجيش كانت امبارح فاز على حرس الحدود بثلاثية مقابل لا شيء، وبيراميدز بيعود مرة أخرى للدوري العام المصري ويفوز على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء زي ما قلت لحضراتكم، ويصل للنقطة 51 ليقترب من النادي الأهلي بفارق نقطة واحدة. في الدوري العام موسم 2018-2019 الثلاث 2 ابريل النهارده في ثلاث مباريات زي ما حضراتكم شايفين، في واحده ما بين مباراه النادي الاسماعيلي والمقاولون العرب، وحتى هذه اللحظه بعد انتهاء الشوط الاول ولا لسه الشوط الاول شغال، النادي الاسماعيلي متقدم على نادي المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء. المباراة الثانية في نفس التوقيت، إمبي والإنتاج الحربي، ولكن في الأسبوع 27
1-0 لصالح نادي إنبي. وحتى الآن برضو في الشوط الأول إنبي متقدم على الإنتاج الحربي بهدف مقابل شيء. أحمد شكري لاعب نادي إنبي أحرز هدف مباراة إنبي، وكريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي بيحرز هدف التقدم حتى الآن على النادي المقاولون العرب. إن شاء الله في سهرتنا اليوم الاتحاد السكندري سيلاقي النادي الأهلي في تمام الساعة 7:30، وحنكون دايما مع حضراتكم من خلال قناة الأهلي. يوم الأربعاء 3 إبريل نادي الزمالك سيلاقي نادي سموحة في الأسبوع أو مباراة مؤجلة من الأسبوع 24، هتبقى في تمام الساعة 7. الهدافين هذا الموسم أحمد علي كامل لاعب المقاولين ب 14 هدف، وخالد قمر اتحاد سكندري 12 هدف، محمود علاء لاعب نادي الزمالك ب 12 هدف، باولو لاعب الداخلية 10 أهداف، كهربا 10 أهداف لاعب نادي الزمالك، بيكلي لاعب نادي مصر المقاصة 9 أهداف، ثم صلاح أمين لاعب نادي النجوم 9 أهداف، إبراهيم أناضاي لاعب وادي دجلة 9 أهداف، أوباما 8 أهداف أنا آسف لاعب نادي الزمالك، وجون أنتوي لاعب مصر المقاصة ب 8 أهداف أيضا. جدول ترتيب فرق الدوري العام المصري. نادي الزمالك كانت يوم 9 يناير 49 سنة 1949 فاز فيها نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد. أما آخر مباراة بين الفريقين كانت يوم 7 أكتوبر، بالمناسبة 9 يناير 49 دي كان في ناس كتيرة قوي ما اتولدتش، أنا منهم طبعا، بس يعني كان في ناس كتيرة قوي ما اتولدتش وناس كتيرة قوي ما تعرفش يعني إيه 49 ده، فيعني مع بداية الدوري العام المصري يعني 7 أكتوبر 2018، وهزيمة أخرى أيضا لنادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل 3 لنادي الاتحاد السكندري. ده كان آخر مباراة لعبها النادي الأهلي ضد الاتحاد. أول هدف للأهلي كابتن سيد عثمان، وأحرز آخر هدف للنادي الأهلي محمد شريف. أول هدف للاتحاد السكندري كابتن سعد رشاد، وأحرز آخر هدف لنادي الاتحاد السكندري أحمد الألفي. أكبر فوز للأهلي على الاتحاد 6-0 مرة واحدة، 5-0 ثلاث مرات، 5-1 مرة واحدة، 4-0 أربع مرات، 4-1 مرة وحيدة، 3-0 ثمان مرات، 3-1 ثلاث مرات. أما أكبر فوز لنادي الاتحاد السكندري على النادي الأهلي 4-1 مرة وحيدة، 3-0 مرتين. هدافه نادي الأهلي في مرمى الاتحاد كابتن حسام حسن 11 هدف، كابتن أحمد مكاوي 7 أهداف، كابتن محمد أبو تريكة 6 أهداف، كابتن وجيه مصطفى 5 أهداف، كابتن محمدين 5 أهداف، كابتن أيمن شوقي نجم السكندري الجميل 5 أهداف، 8 لاعبين جابوا 4 أهداف. أما هدافه الاتحاد في مرمى النادي الأهلي محمد دياب العطار النجم الكبير كابتن ديبا جاب 8 أهداف في مرمى النادي الأهلي، سعد راشد 5 أهداف، رفاعي سرور كلها نجوم كبيرة جدا كل اسكندرانية عارفينها كويس جدا، كل مصر الحقيقة عارفينها كويس جدا، النجم الكبير كابتن رفاعي سرور، النجم الكبير كابتن عبد الفتاح الجارد.